السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا عامل الفيديو ده عشان الناس اللي حالتها زي حالاتي بالظبط، اللي هم مترددين ومش عارفين هيعملوا ايه، والعربية عجباهم لا مش عجباهم. أنا النهاردة نزلت معرضين، نزلت الليسي ونزلت طارق. حقيقة اتفرجت ولفيت في المعرضين وشفت كل حاجة عن العربيات، وشفت العربية دي بالذات إن أنا عايز أجيبها إن شاء الله، وصورت مجموعة صور كده يا رب تعجبكم. دي أول حاجة. أنا دلوقتي هنا كنت في معرض الطارق، دي مجموعة صور للعربية أنا صورتها لكم. الحقيقة أنا دلوقتي نقع في نفس اللي كلكم بتفكروا فيه، بقارن بينها وبين الام جي 5 والام جي زد اس والتيجو 7. بصوا مجموعة عربيات كده، عمال شغال في مقارنات بقالي أكتر من شهرين عشان أجيب عربية. الحقيقة كنت كذا حاجة، العربيات كلها حلوة، ولكن كل واحد بيختار العربية اللي هو عايزها بناء على احتياجاته. أنا مثلا يهمني العربية تكون عالية على الأرض، عشان كده كنت بشوف عربية سي يو في. بعد كده السياز نزلت، بصيت لقيت إن العربية دي عالية عن الأرض فعلا، رحت ركبت فيها وشفتها، لا العربية فعلا عالية على الأرض. العربية كشكل يعني، بصوا حضراتكم العربية من ورا شكلها عامل إزاي، تحفة. العربية من قدام ممكن تكون يعني شكلها مش اللي هو شوية، كان تحس ان الكبوت عايز يبقى اكبر كده شوية، او مرفوع لفوق كده شوية يدي الضخامة اللي هي بتاعت التويوتا كرولا. انما العربية مثلا من ورا اللي يشوفها عربية ما شاء الله عليه، موضوع ان كل حاجة ليد ده رهيب، الاضاءات ليد امامي وخلفي وشبورة وكله. فانا دلوقتي في معرض الطارق بتفرج على الفيديو، بصور لكم الفيديو دلوقتي. انا الفيديو ده كنت مصوره الصبح في الليسي، حقيقة عنده عربية هناك موجودة بيعرضها برضو. دي المكنة بتاعتها، المكنة برضو يعني ايه، في كام تريكاية كده شفتها في المكنة عجبتني بصراحة. حاسس المكنة سهلة، متقفلة تقفيل حلو، المكنة عجبتني، حسيتها المكنة مدية وسع كده في الكبوت، اي حد ممكن يشتغل فيها الدنيا. وبعدين شكلها سهلة يعني، ما فيهاش شغل كتير، بما ان انا معايا عربية اصلا فمش عارف الشغل وكده. فالعربية شكلها مكانتها سهلة، بصمة طبعا على الباب. فتحت الباب، كنت النهاردة اول يوم اركب العربية واشوف القعدة بتاعتها، مريحة، كراسي جلد كلها، الترمالتي طبعا. العربية انت، انا ركبت عربيات كتير، العربية تخش تحسها حلوة، عربية كويسة، مش عربية من العربيات اللي هي الفقيرة. الكنبة الخلفية واسعة، عايز اقول لكم يعني ما شاء الله، وهوريكم دلوقتي كمان صديق ليا، احنا اجسامنا كبيرة شوية، ركبت وقعدت والعربية واسعة ومساحة بين رجلي وبين الكرسي، مرتاحة جدا. كمان انا مرجع الكرسي بتاع السواق والكرسي اللي جنبه على الاخر، تكييف خلفي طبعا. بحاول اجيب لكم العربيه من كل الاشكال عشان انا حاسس بيكم، عشان انا لافف اللفه اللي انتوا لفينها. الشنطه بتاعتها مساحه ممتازه، بس عايز حد يقول لي الشنطه بتاعتها نهائي كام. في ناس بتقول 490 وناس تقول 510، انا عايز حد يكون عارف يقول لي النهائي كام. حاجه معاها دواسات قماش جايه معاها، معاها الكتيبات بتاعتها، معاها المفاتيح بتاعت الصواميل، معاها الكوريك اللي هو الصغير ده، معاها فرده الاستيب، كل ده جاي في الشنطة. العربية دي زي ما حضراتكم شايفين، التارا مالتي ما شاء الله عليها. كانت ناقصها بصراحة فتحة سقف وفرامل كهرباء اوتو هولد، احنا طماعين بقى معلش، لا ومش عايزين كراسي كهرباء، حلوة الكراسي دي طبعا. ده زميلي اللي كان معايا، خليته يركب عشان اوريكم المساحة. المساحة طبعا زي ما انتم شايفين وسخ، احنا اجسامنا كبيرة يعني، احنا بنحب نقعد مرتاحين. شوف الوسع يعني، ما بين حوالي شبر مثلا بين رجلك وبين الكرسي اللي قدام، وانا الكرسي اللي قدام برجعه على الاخر خالص كمان. دلوقتي هركب وهوريكم العربية. هنا طبعا كان نفسي يجي حساس اللي ناقص بتاع الثبات الالكتروني، بس مش موجود. هنا الشاشة بتظهر لك البيبان، مثبت سرعة، طارة مالتي، من تحت هنا أوامر صوتية، رد على المكالمات، قفل المكالمات، شاشة 7 بوصة. وفتحتها في المعرض بتاع الطارق وهوريها لكم دلوقتي في الفيديو اللي بعد ده. فتيس اوتوماتيك اعتيادي 4 سرعة، تكييف اوتوماتيك، مساحات تخزين حلوة جدا، اي او اكس ويو اس بي، وبعديها فتحة باور لو عايز تشحن موبايلك او توصل اي حاجة كهرباء. فرش جلد انا شايفه كويس الحقيقة، هنا بس المخدع بتاع اليد ده اللي صغير شوية ما عجبنيش. مرايات دي مرايات تعتيم اوتوماتيك، لو حد ضارب النور عليه وانت ماشي. جرب نظارة، إضاءات حلوة عجبتني بتاعتها بصراحة، وإضاءات جانبية كمان مش في نص العربية، إضاءة على اليمين ولمبة تانية على الشمال، إضاءات جانبية يعني إلى حد ما كويسة.
العربية كويسة وحتى من بره كويسة، عجبتني برضه شوية، والمساحة من ورا جميلة، وشو ده المنظر بتاع العربية من ورا كمان، انت بتتكلم من ورا فخمة كده شوية. وده هنا بقى كنت في الطارق وجربت لكم العربية وخليته دورها لي، الحقيقة ناس محترمة جدا. أقول لكم المفاجأة أو الصدمة اللي أنا اتصدمتها في آخر الفيديو صوتها أحلى من التانية دي، الشاشة. حاولنا نلعب شوية كده في الشاشة، أوريكم فيديو مفصل عن الشاشة. التكييف أوتو، اللي ما يعرفش الأوتو إن درجة الحرارة بتظهر قدام حضرتك، كل إعدادات المروحة كل حاجة بتظهر في الشاشة الصغيرة بتاعة التكييف. دي حدادات العربية شغلتها كلها عشان أوريها لحضراتكم برضه، يا ريت اللي يعرف فيها. السنسور خلفي بيبان في الشاشة من أنهي اتجاه، بيبان بالظبط حضرتك هتخبط من اليمين ولا من الشمال، ولا دي حاجة كويسة جدا. ويا ترى لو ركبنا سنسور أمامي كمان في التوكيل هيظهر في الشاشة ولا مش هيظهر، برضو هسيبه لحضراتكم انتوا تشرحوا لنا، اللي يعرف يقول لنا. الشاشة حاولنا على قد ما نقدر كده نقلبها. الشاشة كويسة، انت اللي يشوفها يقول لا يا عم الشاشة على قدها، لا انا شايف انها شاشة كويسة، بتشغل ابل كار بلاي، اندرويد اوتو، راديو، كلماتك، تحكم منها، تحكم الشاشة كمان من الطارة، تقلب تعلي توطي، هنا بلوتوث، يو اس بي، كارت ميموري، اي حاجة عجبان. هنا توصيل من السمارت فون بتاع حضرتك، توصل الموبايل بالكابل بيشتغل تمام. الناس في المرة دي لا بتشتغل بفينش ولا تهنيج ولا اي حاجة. انا بقارن بينها وبين عربيات كتير يعني، بس انا في الاخر استقريت على سياز. في اخر حاجه استقريت على زياد سياز، عجبتني جدا. احنا شايفين لمبه البنزين من ورا، والعربيه يعتبر ما فيهاش ولا نقطه بنزين، وانا شايف ان هو مديني على العداد ان همشي 20 كيلو كمان في الرحله كلها. مش عارف بقى العداد ده صح ولا غلط، انما زي ما بقول لكم كده يعني، انا تقريبا مدي على الشاشه ان انا همشي 20 كيلو لسه باللي فاضل. انا ما اعرفش ايه اللي فاضل اصلا، ممكن يكون بوقي في الاخر كده، بس برضو اللي يعرف يعرفني هل فعلا ده صح يعني، العداد منور كده لسه همشي 20 كيلو ولا ده غلط، برضو انا مش عارف. وده هنا هيقول لك شاشه العدادات كلها برضو، اللي هات اللي يعرف فيها يفهمنا ويشرح لنا، للناس اللي هتشتري عربيه تشرح لنا، اللي هيجربوها قبلنا ويسوقوها. اما بتفصل المفتاح شفره بيبعد عن العربيه. دي الوان العربيه اللي موجوده، عربيه 6 الوان. ده اللون الاسود، اللي بيحب اللون الاسود طبعا ناس كتير بتحب الاسود. ده الموكا، الموكا برضو لون جميل جدا، صورته لكم من كذا مكان. اللون اللي انا مصوره بقى في الفيديو نفسه اللي هو تقريبا ده الرصاصي، الرصاصي اللي هو الفاتح من قدامه ومن ورا. الحقيقه المعرض بتاع طارق كل الناس اللي داخله تتفرج على العربيات كلهم بيتفرجوا على السياس بس، يعني كل اللي داخلين بيتفرجوا على السياس، بيت العربيه محدش بيتفرج عليه. ده تعريف كل حاجه في العربيه، اللي عايز يوقف الفيديو يتفرج براحته، انا هعمله لكم وهعمل لكم زوم عليه عشان تعرفوه. الحقيقه كانت تجربتي في العربيه دي تجربه ممتازه، عربيه عجباني جدا، كل حاجه فيها عجبني، ارتفاع عن الارض كويس، كل الاوبشن اللي في العربيه يا دوبك كويس بالنسبه لي، انا مش محتاجها حاجه اكتر من كده. اللي يهمني في العربيه حاجتين، المكنه بتاعتها، لان زي ما انا كتير مننا انا هدفع مقدمه هقسط، فطبعا انا القسط بتاعي يا دوبك هدفعه للعربيه، بقيت مرتبي يعيشني، وبقيت التزامات الحياه بقى والحاجات اللي طارئه معيش فلوس ان انا عربيه يحصل فيها مشكله او يتكسر فيها حاجه وهي لسه زيرو، افضل اجري على التوكيل يقول لي كذا الف، انا معيش اصلا ان انا ادفع، انا ببقى ادفع القسط بالعافيه، هركن العربيه واقعد جنبها مش هينفع. فكنت بدور على موتور ما فيهوش اعطال، ما حدش اشتكى منه، عفشه كويسه، فتيس كويس بدون اي مشاكل، اهم نقطه استهلاك بنزين. انا كنت راكب هيونداي ماتريكس، ماتريكس اللي يعرفها بتستهلك بنزين جوه البلد، اللتر ممكن ما يكملش مثلا 7 كيلو ونص 8 كيلو. فانا عايز عربيه، لان البنزين غالي، عايز عربيه توفر لي في البنزين وتوفر معايا كتير، فاتجهت الى السياز. المفاجاه بقى اللي انا كنت رايح انا وزميل ليا، ان احنا الاثنين هنحجز السياز، هو هيحجز وانا هحجز السياز انا كمان، عشان المفروض هنستلم خلال الاسبوع ده. فوجئنا ان قال لنا ان العربيات الدفعه الاولى كلها انتهت. ايوه الدفعه الاولى كلها انتهت، يا ريت برضه اللي يعرف الدفعه الاولى كام عربيه يعرفنا. انتهت فعلا الدفعه الاولى كلها، هو الحمد لله يعني انها اتباعت كلها، وفي انتظار الدفعه الثانيه. فاللي محتاج عربيه يا جماعه دلوقتي بيروح الطارق، بيدفع 25000 جنيه وصوره بطاقه حضرتك،
وبتستنى التسليم الدفعة التانية في نص شهر 3. هل الدفعة الجاية بقى دي هتكون فيها توازن الكتروني ولا لا؟ الله أعلم. بس هو ده اللي أنا سمعته، هتدفع 25,000 سورة بطاقة تستلم في نص 3، ولو السعر غلي عن كده هتدفع الفرق. فيا ربنا يستر بقى. فانا حاولت اعمل لكم تقرير كده عن العربيه وانها عجبتني الحمد لله، وخلاص مش هقارن تاني، انا خلاص استقررت عليها. ويا ريت بقى اي حد استلم الدفعه الاولى يبتدي يعمل لنا فيديوهات كده ويورينا العربيه عامله ازاي، وربنا ييسر الامور كده ان شاء الله تكون عربيه خير علينا كلنا، وباذن الله تكون فعلا تثبت في السوق ان هي رقم واحد الفتره الجايه. شكرا لحضراتكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو ده تنسوش تشتركوا في القناه. احيانا القناه بتاعتي قناه دينيه بلغه شبابيه مش قناه سيارات، ولكن عملت لكم الفيديو ده مخصوص عشان العربيه دي اللي انا هقتنيها. ويا ريت بقى لفه كده في القناه بتاعتي، لو عجبتكم القناه بعد اذنكم تشرفوني بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. ربنا يجمعني واياكم في جنه عرضها كعرض السماوات والارض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.